أحبابي الكرام، اليوم موضوعنا حول إن شاء الله تبارك ضحايا الخمور الفاسدة. عن أي موضوع أنا أتكلم إن شاء الله تعالى؟ باش تفهموني عن أي موضوع نتكلم؟ ربما أنتم لم تكونوا على دراية وعلى علم بهذا الموضوع يا كسيدي. عن أي موضوع نتكلم إن شاء الله تبارك؟ نتكلم عن موضوع ماذا؟ ضحايا خمور فاسدة بمدينة وجدة. أي أن بعض الشباب حتى فيهم الإناث وليس فقط الذكور تعاطوا لبعض الخمور التي اشتروها من بائعين هكذا يقول غير قانونيين، فإذا بتلك الخمور ممزوجة عياذا بالله بمواد سامة، فنسأل الله العفو والعافية. فأدت هذه الحادثة بمدينة وجدة في حي المير علي إلى وفاة تقريبا الخميس الماضي، يعني الخميس 29 جوي أي بالأمس، وصل عدد الضحايا إلى 23 وفاة، ضمنهم امرأة توفيت من جراء تناولها عياذا بالله لهذه المادة السامة. وهنالك العديد من الشباب يرقدون الآن في العناية المركزة وحالتهم حرجة. بالأمس توفي بمستشفى محمد السادس الضحية 23، واللائحة لا زالت تنذر بالمزيد والعياذ بالله من هذه الضحايا. إذا فهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، هل الضحايا بالنسبة للخمر حتى ولو لم تكن فاسدة، خمر مزيان، هل يجوز لنا أن نقول إن الخمر يعني هي مادة صحية؟ هي مادة، طبعا الخمر هي أم الخبائث كما قال عليه الصلاة والسلام، الخمر أم الخبائث، والله تبارك وتعالى حرمها تحريما شديدا وبأشد العبارات تحريما، فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهي رجس من عمل الشيطان، فيكفيه أن تكون رجس، والرجس هو النجس، هو الذي يشمئز الإنسان من السماع صوته أو رؤيته أو شم ريحه. ولذلك فأنت المسألة التي لا تريد أن تراها ولا تريد أن تسمعها ولا تريد أن تشم رائحتها، الله تبارك وتعالى يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يقول حرمه عليكم، فإن التحريم إنما يحرم أكله فقط، لكن الاجتناب هو أن تجتنب كل طريقة تؤدي إليه، فالاجتناب أشد من التحريم طبعا. ثم علل الله تبارك وتعالى مسألة تحريمه بعلل منها: إنما، هذا أداة توكيد وحصر، يؤكد الله على حصر علة التحريم فيما يأتي بقوله تعالى سبحانه عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهذا الفساد الاجتماعي، تقطيع الرحم، وأحب شيء للشيطان هو التفريق بين الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبث سراياه، يبث سراياه، وفي المساء يأتي كل بتقرير حول جرمه وفعلته التي قام بها إزاء عدوه الإنسان، فيقول أحدهم: إني ما زلت به أضل حتى كذب، قال: ما صنعت شيئا، اذهب، ما صنعت شيئا. ويقول الآخر: لا زلت به حتى، قال: ما صنعت شيئا. فلما يقول: لا زلت به حتى طلق زوجته، حتى فرقت بين الجماعة، فيقول: أنت أنت، فيقربه إليه ويوشح صدره بأعلى النياشين. فأعظم مقصود من مقاصد عياذا بالله الخمر هو التفريق وقذف العداوة. وأمة إذا سادت بينها العداوة أمة لا تجتمع على مشروع قط، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء، البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أعوذ بالله، البغضاء تحلق الدين، بحيث إذا تباغض الناس، والأصل في العلاقة بين المؤمنين أنها علاقة أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيأتي الشيطان عياذا بالله يشجع الناس على الرجس، على تناول الخمر الملعونة، وإذا به يفرق بين الناس، يشتت بين الناس، الله أكبر. هذا
الفساد الاجتماعي. ثم إن ما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم يتقدم إلى الخطوة الأخرى بعد ذلك، يصدكم عن ذكر الله، يصدك أي يبعدك عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن الإنسان إذا شرب الخمر فإن الخمر سميت خمرا لأن تخمر العقل، والعقل هو مناط التكليف. فإذا ألغيت العقل بتلقائيتك وبإرادتك فأنت إن شاء الله تبارك تريد عياذا بالله أن تبتعد عن ذكر الله. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو سكران. ومن شرب الخمر وهو سكران ثم مات سكران، دخل قبره سكران، وحشر يوم القيامة سكرانا، ودخل النار وهو سكران، وكان والعياذ طعامه في النار صديد أهل النار، طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال قيح أهل جهنم، ذاك هو طعامه، لأنه آثر هذا الطعام الخبيث، هذا الشراب الخبيث. إذن فالله تعالى سبحانه عز وجل حرم الخمر وجعلها هي أم الخبائث. قال عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث، أي هي مصدر الشرور كلها، لأنها تتجه إلى أكرم ما أكرمنا الله العقل وتخمره. وإذا بالإنسان العاقل يتصرف كالمجنون، يتصرف دون أن يكون له وازن يزن تصرفاته. العقل الذي يعقل هذه النفس لكي تتصرف تصرف الإنسان المتزن قد ذهب، وإذا به يتصرف والعياذ بالله دون وازن يزن التصرفات وأقوال. فتراه يتبول في الشوارع، وتراه يسب الرب فيخرج من الإسلام ويطلق زوجته والعياذ بالله، نسأل الله. فهو أم الخبائث. ولذلك هنالك من يستسهل قضية الخمر عياذا بالله. جاء رجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن امرأة راودت رجلا فقالت له إما أن تشرب الخمر وإما أن تزني وإما أن تقتل هذا الغلام. قال أعوذ بالله، قتل الغلام لا أستطيع، والزنا هو منكر عظيم لا يمكن أن أرتكبه. ثم آثر بعد ذلك خوفا من فضيحة العار وفضيحته أمام الناس حينما يتهموه أنه إنما يريد أن يعتدي على عرض امرأة، فآثر أن يشرب الخمرة ظانا أنها هي أقل المفاسد. فلما شرب الخمر لعبت الخمر برأسه، في كل مرة يقول زيدوني كأسا زيدوني كأسا، فلا يزال يستزيد من شرب الخمر حتى تخمر عقله فألغي عقله، فصار يتصرف بدون عقل، وبعد ذلك قتل الغلام وزنى. وبهذا سميت الخمر هي أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شربها عطل مناط التكليف الذي هو العقل، وبذلك يتصرف كالمجنون، يقتل ويسب الرب ويكفر ويشرك، فلا تبقى له لا أفكار ولا تصرفات ولا أخلاق، يخرج من نطاق الإنسانية إلى نطاق الدابية البهائمية، بل أشد وأنكى والعياذ بالله. إذن فالإنسان ينبغي أن يعرف أن خطورة الخمر كونها تتجه إلى مناط التكليف الذي هو العقل، فهي أم الخبائث من هذه الناحية. ما معنى أم الخبائث؟ أي أن كل الخبائث تؤول إليها. من شرب الخمر يمكن أن يفعل كل شيء، شارب الخمر يكذب، شارب الخمر يزني، شارب الخمر يقتل، شارب الخمر يرتشي، شارب الخمر لا يتورع عن فعل أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة، لأن مناط التكليف والعياذ بالله قد ألغاه طواعية وبتلقائية وبإرادته. فهذا أمر خطير جدا جدا. إذن فقضية الخمر الفاسدة، الخمر حتى ولو لم تكن عياذا بالله بهذا الاسم فهي فاسدة، لأنها تفسد العقل وتفسد المزاج وتفسد عياذا بالله البدن، وتفسد حتى المجتمع، وتفسد البشرية، وتفسد النفس، وتفسد الدين، وتفسد المال، وتفسد الكليات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها. إذن فأنتم معروف هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الخمر لعن فيها عشرة، لعن الخمرة، لعن شاربها، لعن ساقيها، لعن بائعها، لعن مبتعها، لعن مشتريها، لعن والعياذ بالله آكل ثمنها، لعن كل من تكون له علاقة من قريب أو من بعيد بالخمرة. فأراد الإسلام أن يقطع صلة الناس بكل وسيلة تؤدي إلى الخمر،
ولذلك فإن العرب في الجاهلية كانوا يحبون الخمر حب الجمة، فكان القرآن يتدرج في منعهم من الخمر رويدا رويدا، لأنهم أشربوا حبها وأشربت قلوبهم حب الخمر. فلم يكن يتصور أحد أن يأتي زمان على أهل مكة أو أهل المدينة لكي يتركوا الخمر. فجاءت هذه الآيات في القرآن بالتدريج. ففي سورة النحل ذكر الله تعالى السكرا وذكر رزقا حسنا، فجعل هنالك تقابل بين الرزق الحسن وبين السكر، فكأنه يقول العنب إذا أكلته هكذا فهو إن شاء الله رزق حسن، وإذا أدخلت عليه تلك المواد وتلك الطريقة حتى يختمر فيصير خمرا فصار سكرا سكرا. فكان المقابلة بين الرزق الحسن والسكر، فكأنه يقول رزق حسن ورزق غير حسن، فالسكر هو رزق الحسن. فمجموعة من العقلاء الصحابة مباشرة لما سمعوا كلام الله تعالى بهذا الاتجاه إذا بهم يتوقفون، لأن الله تعالى قابل بين الرزق الحسن في العنب وبين السكر الذي هو الرزق الفاسد، فجعل مقابلة بينهما يفهمها كل إنسان يفهم بسليقته وفطرته اللغة العربية التي نزل القرآن بها وهي لغة قريش. وبعد ذلك يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، لما كثر السؤال بعد أن نزلت الآية في هذه في سورة النحل نزلت في البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فقدم الإثم وجعله كبيرا ومنافع للناس منافع هكذا نكرة منافع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. فلما علم بعض الصحابة أن الإثم عياذا بالله أكثر والعياذ بالله من النفع تركه. لذلك فهذه قاعدة إن شاء الله للفتوى معتمدة عند الفقهاء، أن الشيء إذا زاد شره وفساده وسلبياته على خيره وإيجابياته فالحكم إذا للغالب للغالب، لأن الخير في الدنيا هو خير ليس بخير محض، وإنما هو خير يتلبس ببعض الشر، والشر في الدنيا هو شر ليس محض ولكن شر يتلبس ببعض الخير. فإذا كان خير يتلبس ببعض الشر والشر هو القلة التي تتلبس بالخير الكثير فالحكم للأغلب وهو الخير، وإذا كان هنالك شر يتلبس ببعض الخير ولكن الشر هو الغالب فإن الحكم هو أن ينتهي الإنسان عنه لأن الغالب هو الشر. فهذا الحكم جعل كثيرا من أصحاب رسول الله حينما سمعوا بهذه الآية بعد ذلك تركوا الخمر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى توقف البعض واستمر البعض الآخر في عب الخمور، لكن في المرة الثالثة صلى أحد الصحابة بالمسلمين وهو سكران وإذا به يقول قل أعوذ برب قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، يعني لعبت الخمرة برأسه وصار عياذا بالله يقرأ القرآن ويغير المعاني. فإذا بالمولى يقول في آية أنزلها في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إذن فنهاهم عن شرب الخمر قبل الصلاة، وإذا نهوا عن شرب الخمر في الصلاة فهنالك خمس صلوات، يعني اليوم منذ طلوع الفجر إلى العشاء لا يستطيع أن يشرب الخمر، لأنه إذا شرب الخمر بين صلاتين يتظل الخمر تلعب بعقله فيحرم عياذا بالله من تأدية الصلاة. وهذه طريقة ذكية حكيمة في استئصال هذا المرض الذي استحكم وترسخ في قلوب الناس إلى درجة أن يشربوه، فربط قضية شرب الخمر خمس مرات بتأدية الصلاة خمس مرات، فجعل الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلا إذا كنت صحيحا وكنت إن شاء الله متيقظا وكنت في كامل قواك العقلية، وهذا لا يتأتى إلا إذا تركت الخمرة الملعونة التي تلعب بعقول الناس. وفي هذه الأثناء ترك كثير من الناس قضية الخمر لأنه لا يستطيع أن يشربها طيلة اليوم، فيشربها في الليل بعد صلاة العشاء إلى غاية الفجر، حيث تكون الخمرة قد خفت مفعولها ونقص مفعولها وتأثيرها على الآخر. بعد ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يريد حكما شافيا في الخمر، فأنزل الله الآية التي بدأنا بها، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية. فهل أنتم منتهون؟ وإذا بالعربي
الذين آمنوا برسول الله وكانوا يحبون الخمر حبا جما، ولم يكن أحد يتصور أن يأتي زمان يستطيعون التخلص فيها من الخمرة وتختفي من نواديهم وعلى موائدهم. إذا بهم لما قال الله لهم فلنتم منتهون، قالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، فتركوا الخمر مرة واحدة. وإن تعجب فعجب أمر أصحاب رسول الله كيف تفاعلوا مع هذا الأمر الرباني. إن العبد كان قد حمل الكأس إلى فيه فسمع فهل أنتم منتهون، وبقيت الكأس مرفوعة فأفرغها في الأرض ولم يمدها إلى فمه. ومنهم من كان قد ارتشف، وهذا الأمر العجيب، ارتشف من الكأس، فلما سمع مجه ولم يدخله إلى بطنه، وعمدوا إلى باطيات الخمر التي امتلأت فكسروها، فإذا بها تجري أنهارا مغزارا مدرارا في سكك المدينة. كلهم قالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فدل هذا على أن الإيمان هو أعظم علاج للانحرافات السلوكية والفكرية والعقدية والثقافية والأخلاقية. إن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وتعظيم اليقين في الله وأنك ستلقى الله وأنك إنما تحاول أن تكون صالحا بمقياس شريعة الله، فإن الله تعالى إذا أمر فليس للعبد أمام أمر الله إلا الاستجابة، ويقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يناقش لا يجادل. إن تعجب فعجب أمر كثير من الناس أصبحوا يجادلون في قضية الخمر هل هي حلال أم حرام، بل هنالك من زعم أن القرآن ليس فيه والعياذ آية تحرم، ولكن هنالك اجتنبوه فقط، وهم لا يعلمون أن العربية فيها إن شاء الله من التعبيرات التي يعرفها أهلها التي نزلت بسليقتهم وبفطرتهم، يعلم أن الاجتناب هو أعظم وأخطر وأجل وأعمق من التحريم، لأن المسألة إذا حرم أكلها فحرام أكلها فقط، لكن حلال أن تلمسها، مباح أن تجرها، مباح أن تمر عليها، أما اجتنبوه فأنت تجتنب كل ما يؤدي إليها. الله أكبر، الله أكبر. إذن فهكذا حرم الله تعالى الخمرة ولعن النبي فيها 10، فهي فاسدة في الأصل، فكيف هي إذن خمر فاسدة؟ يعني أن هذه الخمرة التي تباع هنا في هذه المدينة والتي يعب الناس منها الأطنان الأطنان، لم تسلم والعياذ بالله أي شريحة من شرائح المجتمع من هذه الخمرة التي قربت للناس بشكل غريب غريب غريب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يعبون ملايين الزجاجات سنويا، المغرب ينتج إنتاج كبير، لا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أن الدولة الإسلامية ينبغي أن تحرم الخمرة. وإذا كانت من باب تشجيع السياحة كما يقال توفر الخمرة للسياحيين من غير المسلمين، حتى هذا إن شاء الله لو كان الإسلام يطبق ما قبلنا أبدا أن يأتي للسياحة فقط فنهيئ له الخمر. الذي يأتي للسياحة ونهيئ له الخمر، نهيئ له أمرا حراما، نحن لا نريده، لا نريد السائح أن يأتي لكي يشرب الخمر، لأنه ليس فيه مصلحة لذلك السائح، لأن الإنسان لا يعرف مصلحته، الإنسان البعيد عن الله لا يعرف مصلحته، إنما ينساق وراء هواه، ينساق وراء شهواته. ولذلك لنجاري هذا الأمر ونقول إن هذه الخمرة إنما أعدت للسياح لتنشيط السياحة. السائحون الذين يختارون بلاد إسلامية يأتون إليها إنما يأتون لكي يتمتعوا إن شاء الله تبارك وتعالى بما لا يجدوه في تلك الدول، فالعالم كله يوجد في الخمر، لكن لو أننا حرمنا الخمر التي حرمها الله وكنا بإذن الله تبارك وتعالى نعمد إلى أن نمنعها ونمنع من تسويقها، فإن السائح الذي يأتينا يأتي لكي يرى شيئا لا يراه في تلك الدول، فتلك قد شاعت وهي معروفة وتنتشر في كل أقاصي الدنيا وفي العالم كله، فإنهم إنما يريدون ليأتوا هنا بقصد آخر، وهو أن يروا أمورا لا توجد أبدا عندهم. هذه واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لو أننا جارينا إن شاء الله تبارك وتعالى إخواننا على هذه الطريقة ونقول سيدي ما عليه شاك،
فلماذا إذن نوفر الخمرة للمسلمين والعياذ بالله؟ لماذا نوفر الخمرة للمسلمين؟ لماذا نسمح ببيع الخمر للمسلمين؟ فبيع الخمر للمسلمين حرام. هل هنالك أحد يشك في أن هذه الخمر المنتجة في المغرب والتي تأتي أيضا من طرق أخرى، هل نشك في أنها إنما تباع للمسلمين والعياذ بالله؟ أليس حراما أن تباع الخمر للمسلمين؟ ما هذا الذي يحدث عياذا بالله في بلد مسلم؟ كان الأولى إن شاء الله إذا كنا نراعي قواعد الشريعة أن نبتعد كل الابتعاد عن مسألة والعياذ بالله إعطاء الرخص لتناول الخمور بالنسبة للمسلمين. هنالك دكاكين، هنالك فنادق مصنفة، هنالك عياذا بالله مصانع، هنالك مزارع، مزارع واسعة وشاسعة عياذا بالله تزرع الكروم لهذا السبب. أولسنا مسلمين؟ أولا نسمع كلام الله تعالى يقرع أسماع المسلمين بترك هذه الخبائث؟ بل هي أم الخبائث. لو أنكم قرأتم الدراسات التي تتناول الأضرار الوخيمة للخمرة على عقول شباب المسلمين لقرأتم المصائب، بل في العالم كله، بل هنالك بعض الدول التي أكدت في تقاريرها ومنها منظمة الصحة العالمية أن التعاطي للخمر هو من جملة الأسباب التي تنتشر بها كورونا. فأدت الدراسات ومن خلال التجربة والوقائع في ظل ظروف هذه الجائحة أنه كلما ابتعد الناس عن شرب الخمر كلما كانت تلك الجموع أبعد الناس عن أن تصاب بكورونا. نعم، هذا تقرير علمي، هذا تقرير علمي نابع من تجربة واقعة في ظل جائحة كورونا. هذا الأمر صدر في دول كثيرة، في أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، في كثير، في تركيا، في تركيا. ولذلك هم من أمروا أن يتم العياذ بالله التوقف عن شرب الخمر، لا لأنها حراما ولكن لأن المنطقة التي تشرب في الخمور هذه الفنادق الليلية وهذه العلب الليلية، يشرب الناس في الخمر ويختلطون. فأنتم تعرفون أن هذا النوع من الاختلاط هو أسهل بيئة لسرعة انتشار كورونا بين هؤلاء المرتادين لهذه الفنادق ولهذه العلب الليلية. إذن فالإنسان ينبغي أن يعرف أن أضرار هذه الخمر تدر والعياذ بالله أو لا تضيع على الأمة الملايير من الدولارات. أنت لا تتحدث إن شاء الله عن حوادث السير فقط، ولا تتحدث عن الضحايا من الموتى فقط، ولا الضحايا المشردين فقط، ولا على الأيتامى، ولا على الأرامل الذين كانوا سببا عياذا بالله في موت الأزواج وفي موت الآباء. لا لا، هنالك أمور أخرى والعياذ بالله تتعلق بمسألة الصحة النفسية وبمسألة التفكك الاجتماعي الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى الطلاق. ثم هنالك عياذا بالله النفقات الكثيرة الضخمة التي تنفقها الدول على متابعة هؤلاء المدمنين. كم هي الأموال، كم هي البحوث التي تنفق على المختبرات من أجل إن شاء الله إيجاد بعض الأدوية لمتابعة هؤلاء المدمنين عن الخمر. إذن فهي إن شاء الله تعالى الخمر ذاتها سم، هي ذاتها سم، فينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. الله تعالى أمرنا أن نبتعد عنها وأن نجتنبها إن كنا مسلمين. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من الخمرة، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل مادة يتناولها الإنسان فيها مادة مسكرة إذا تناولها بشكل والعياذ بالله كبير ثم سكر فإن القليل منه حرام، لأن مادة الإسكار ينبغي أن تبتعد عن مائدة المسلم وعن طعام المسلم. وهذا قد دخل في كثير من الأطعمة التي لم يعد المسلمون لهم أجهزة ومؤسسات خاصة تقوم إن شاء الله بمراقبة جودة الأطعمة وملائمتها مع الشريعة الإسلامية حتى لا يتعاطى الإنسان
لكي يطعم الخنزير ولكي يطعم هذه المواد المسكرة الحرام التي لعنها الله من فوق سبع سماوات ولعنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف وهم يقولون ضحايا الخمر الفاسدة؟ يعني كل هذا الفساد الموجود في الخمر حينما قام الإنسان بإفساد العنب حيلا درجة أن صار والعياذ عفنا، ثم إذا بتلك المادة تصير مسكرة وإذا بها تخمر العقول وتلغي عقل الإنسان فيتصرف عياذا بالله كشخص فاقد لعقله لا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي بعض الناس ليضيفوا إليها ما يسمى بمواد التنظيف. ربي ربي، في مدينة وجدة أضيف إليها عياذا بالله مواد أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحالها أضافوا لها بعض المواد فقالوا خمرة فاسدة. هي في الأصل فاسدة لأنها خمرة، لأنها تخامر العقول وتلغي العقول، فأضافوا إليها مواد سامة. من الذي أضافها إليها؟ مسلمون. الله أكبر. فضبط هؤلاء يبيعونها، وما كان لهم أن يضبطوهم لو لم ترتفع عدد الضحايا. النهار الأول 14 ميت عباد الله، النهار الأول 14 ضحية بمدينة وجدة مباشرة في اليوم الأول عند التعاطي لهذه الخمرة المسمومة. أين كان هؤلاء يمارسون؟ لهذا الناس هذو كانوا يمارسون هذا العمل فجأة؟ ألم يكن إن شاء الله تبارك وتعالى للمصالح المختصة في معرفة هذه البؤر السوداء التي تؤذي المسلمين وشباب المسلمين، ألم يكن لهم علم بذلك؟ إن لم يكن لهم علم بذلك فتلك مصيبة، وإن كان لهم علم بذلك وسكتوا فالمصيبة أعظم. أين العيون التي لا تنام؟ مقران من المقرات التي تبيع الخمرة الفاسدة. نحن الآن لم نعد نتحدث عن الخمرة التي تباع بطريقة قانونية وحصرتها. تجد طوابير من الشباب ينتظرون أدوارهم لكي يشتروا هذه الخمرة الملعونة. لم يكفينا ذلك، فإذا ببعض الناس يفتحون بيوتهم ويأتون بالخمر ويضيفون إليها مواد سامة ويبيعونها للناس. فإن كانت الأجهزة لا علم لها بذلك فنقول إنها لا تقوم بدورها، فالمصيبة عظيمة عظيمة. وإن كان لها علم بذلك وتتركهم يفعلون ذلك فالمصيبة أعظم، لأن أثر ذلك يأتي الأرواح التي أزهقت لشباب في عمر الزهور. يا الله يا الله يا الله يا الله، ألا تعرفون أن مدينة وجدة تعب من الخمر ما الله به عليم؟ ألا تعرفون أنني في كل مرة كنت أريد أن أتحدث عن خطر الخمرة في المغرب وفي مدينة وجدة، وكنت أريد أن أخبركم بخبر أفزعني، وهو حينما أخرج ماشيا خارج مدينة وجدة إلى النواحي أجد هنالك من زجاجات الخمر التي ألقيت بالأطنان الآلاف. كيف يمكن للإنسان أن يذهب عياذا بالله لكي يشرب الخمر هنا في هذه الأماكن المجاورة للمدينة؟ أخبركم بشيء أفزع وأخطر، حتى في البوادي البعيدة عن الحواضر إذا خرجت فإنك تجد والعياذ بالله زجاجات الخمر قد اجتاحت العالم القروي كله. إنها سياسة ممنهجة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، تريد إيصال الخمرة لكل إنسان. لكن أنا لا أعاتب هؤلاء، أنا أعاتب أولا الوالدين، الأسرة التي لم تربي الأبناء على الإسلام، لأن سبب تعاطي الخمر هو بعد الناس عن الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. لو أن أبناءنا قرأوا هذه الآية في صغرهم وعلموا أن الخمر رجس ونجس من عمل الشيطان ما كان للإنسان أن ينحاز إلى الشيطان وإلى جنود الشيطان لكي يقوم والعياذ بالله بتنفيذ مشروع الشيطان في أمة سيد ولد عدنان. الإسلام يا أخي ينبغي أن تشربه صافيا من عائلتك، فكل مولود يولد على الفطرة. لماذا يقرب الإنسان الأماكن التي تبيع الخمر؟
إن الإسلام حتى لا يتطبع الإنسان عن مع الخمر حرم عليك أن تبيع زجاجات الخمر، لأنك إنما تعينهم والعياذ بالله، بل منعك حتى من شرب الماء في كؤوس خصصت لشرب الخمر حتى لا تتطبع نفسيا ولا تسقط الحواجز النفسية بينك وبين أم الخبائث. الإسلام يلتزم بمنهاج وقائي، لا يريد للأمة أن تنجر والعياذ بالله لكي تصل إلى أن تتطبع مع الخمرة الملعونة. حتى الكؤوس التي خصصت لشرب الخمر ينبغي للإنسان أن لا يراها ولا يريها لأولادها. إن بعض المتفننين في مسألة تطبيع الأمة مع الخمرة هي ما يقومون به من تسمية بعض هذه الخمور بأمور والعياذ بالله، بدأ يقول بر حلال، وش عباد الله البر كان بر حلال، بر حلال حتى ولو كانت حلال تسمية تعبرها ما معناها، هي إسقاط الحاجز النفسي للأمة حتى تتطبع مع الخمرة. هذا نوع من سياسة تقريب الخمرة، وذلك بإزاحة السواتر الحواجز الحيطان التي كانت تمنع الناس من مجرد التفكير في الخمرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نتحدث والعياذ بالله عن الجرائد التي تقوم بالدعاية للخمرة، كيف يمكن تحصل هذه على الدعم والعياذ بالله؟ نحن لا نتحدث عن المصانع التي تنتج الخمر في المغرب، نحن لا نتحدث عن الإشهار والإعلانات التي تبثها بعض مواقع التواصل والعياذ بالله. يريد الإنسان أن يكون مصدر رزقه والعياذ بالله من تكذيب الله، من محاربة دين الله، من إشاعة الفواحش، من مشروب يلغي عقول الأمة، إنه لأمر عجاب، إنه لأمر عجاب، إنه لأمر عجاب، إنه لأمر عجاب. أنتم لا تتصورون كم هي عدد المكالمات التي تأتيني من النساء اللاتي يعانين من زواجهم الذين يعبون الخمرة. والله إنها مشاكل. الذي يشرب الخمر لا يصلي، الذي يشرب الخمر عياذا بالله يزني، الذي لا يشرب الخمر تذهب غيرته عن زوجته، الذي يشرب الخمر والعياذ بالله يرتشي، الذي يشرب الخمر يكذب، الذي يشرب الخمر يباع ويشترى في السوق كما تباع البهائم. على الناس إذن بإذن الله تعالى يعرفوا ذلك. إذن نحن إن شاء الله قبل أن نعاتب من يقنن لبيع الخمر للمسلمين ولإنتاج الخمر في بلاد المسلمين، إننا بذلك أولا نوجه اللوم للآباء. أين أنتم من تربية الأبناء على قراءة القرآن وعلى الصلوات؟ فالإسلام حينما أراد أن يجتث عادة شرب الخمر التي استحكمت في قلوب العرب في الجاهلية عوضهم ببديل، هي خمس صلوات. خمس صلوات كانوا يشربون الخمر خمس مرات في اليوم، فعوضهم الله بخمس جلسات خمرية، بخمس جلسات ربانية تربوية يوصلون القلوب بالله ويقوون مناعة عقولهم بمناجاة الله وقراءة كتاب الله. نعم، الإنسان يربي أبنائه على قيمة التوحيد وعلى قيمة الصلاة وعلى قيمة الخلق الطيب وعلى قيمة جهاز التقوى الذي يقي الإنسان من الاقتراب من كل ما يغضب الله سبحانه عز وجل. أنا قبل أن ألوم إن شاء الله تبارك وتعالى الحكومة، ألوم أيضا المساجد التي لا تقوم بهذا الدور، والتي قام بعض المسؤولين من إفراغها من دورها وعزلها عن واقع الناس وواقع الأمة، فأصارت في واد وواقع الأمة في واد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عتبي عتبي على المنظومة التربوية التي تفرنست والتي تعرف الاختلاط، وإن جولة واحدة في الجامعة أو في ثانوية لترى أن الطلبة وهم يتوجهون يا حسرة لطلب العلم، هل هذه هي أجواء طلب العلم؟ هل هي؟ شوف يا أخويا شوف، عند أبواب المؤسسات هنالك من يبيع ليس فقط الخمرة
ولكن يبيع المخدرات، يبيع عياذا بالله الخمور الصلبة، المخدرات الصلبة، المخدرات السائلة التي لعبت بعقول أبنائنا وبناتنا. أنت لا تتصور الفساد الذي تحدثه تلك المخدرات حينما يتعاطى الإنسان وهذه الأقراص المهلوسة. يفقد الإنسان عقله، يحمل السيف، وأنتم ترون كيف قتل أحدهم أباه وأمه وزوجته وإخوانه وزوجة أخيه في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد. هذا يباع عند المؤسسات وهم معروفون، يعرفهم القاصي والداني. وأنا أتعجب، هل هذا لا يشكل تحد للأمن، للأمن المحلي؟ أين الأمن على الأنفس؟ أين الأمن على العقول؟ أين الأمن الذي نريده لمستقبلنا بحماية شبابنا؟ ولا نحمي شبابنا إلا بحماية عقله من تعاطي المخدرات المادية والمعنوية، وحماية قلبه من حقد الدين والعياذ بالله وحقد المسلمين. الأمن أيضا لجسده حتى لا يتعاطى عياذا بالله للأوبئة التي تعرضه هذه المخدرات والمسكرات. إنه موضوع عياذا بالله يورق رجال التربية. شوف يا سيدي، شوف هذا العالم الآن مقبل على 3 أضلاع لمشروع متكامل. الضلع الأول نشر الإلحاد موجه للمسلمين وشبابهم. أما الثاني المخدرات والمسكرات، وأنتم ترون أن هنالك قانون الآن أباح قضية التعاطي للمخدرات بدعوى أنها إنما توجه لمسائل طبية. وأما الثالث وهو إن شاء الله تبارك وتعالى نسونة الرجال وترجيل النساء لهدم الأسرة وكيان الأسرة الذي يحمل على عاتقه تربية الجيل المسلم من الذكر والأنثى. إذا عتبي على الأسرة، عتبي على المسجد، عتبي على مؤسسة التربوية، عتبي على الإعلام، لكن الإعلام ليس بيدنا، بيد حكومة، والحكومة لها مشروع، وهذه الحكومة كنا نعتقد أنها ستمثلنا نحن عبر انتخابات أفرزت أغلبية تنتمي إلى جهة من الجهات، وتلك التي نجحت وأفرزت حكومة، وتلك الحكومة لا يمكن أن تتصرف إلا وفق مطالب وآلام وآمال من أوصلها إلى هناك، لكن يتبين أنه ليس لهم أي علاقة بهذا الشعب. ولذلك كل القرارات الخطيرة التي تستهدف مستقبل الأمة وشبابها لم تكن فيها موجودة، وإنما قامت بتقرير كل ما يضاد مصلحة الأمة في المستقبل. إذن فهذا الأمر خطير جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في النقطة الثالثة أقول إنما شهدته وجدة من ضجة كبيرة ضحايا الخمر المسمومة هذا الشهر برمته، والتي لا زالت آثاره ترتد لكي تكشف المزيد من الضحايا في كل يوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه عملية تمت بين مشتر وبين بائع وثمن أعطي، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عائلات مكلومة. وقد سمعت للأمهات يبكين أولادهن وإنا لله وإنا إليه راجعون، وماشي يبكوا على أولادهم يقولوا إن شاء الله تبارك وتعالى شربوا الخمر، يقولوا لي أنهم جاءوا تعاطوا الخمر المسمومة. معناه فالله يعظم الأجر نتاع الوالدين تاعهم، الله يصبرهم. يا أخي يا أخي، يكفي أن الإنسان يذهب لشرب الخمر فهو إنما يقوم والعياذ بالله بأكبر الكبائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنالك إذن بائع، هذا البائع قلتم من قبل هل كان معروفا أم لم يكن معروفا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فكم هؤلاء الذين يبيعون في بيوتهم هذه الخمر المغشوشة؟ الله أعلم. هنالك إن شاء الله تعالى أصحاب الحال يعرفونهم، ولكن ليس هنالك تضييق ضدهم، إنما هنالك
ما يسمى غض الطرف. غض الطرف ما دام هؤلاء لا يتوجهون مباشرة بالأذى إلى من لا يريدون أن يصل أذاهم إليه، لا بأس أن يبيعوا الخمرة المغشوشة والفاسدة والمسمومة. والله سيدي لا، هذا منطق عجيب، هذا منطق عجيب. ولذلك اللي كيبيعوا الخمر في هذا الأحياء، كنا من نديروا إن شاء الله تبارك وتعالى شي عوارض ونصفتهم إن شاء الله. ليس هنالك من يتحرك. واحد القسم شي نادر له واحدة كانت كتبيع الخمرة في حينا، فجاءه من يخبرها بأنهم غادي يجيو عندها، لأن داروا الوكيل وذاك، بأنهم غادي يجيو عندها خصها تهرب إن شاء الله تعالى الخمر ديالها باش من يجيو ما يصيبوا والو. فهربت عند من؟ عند جارها، جارها جارها. فلما جاءت هاتي الفرقة ما صابتش، قالوا لنا أنتم راكم غير تكذبوا عليها. لكن الله بالمرصاد لمن يعين هؤلاء المفسدين. أتدرون ما الذي حدث لجارها الذي والعياذ بالله أخفت الخمرة عنده؟ تعرف اسمه؟ تعرف اسمه مسترى ولا ما تعرفش؟ الله أكبر، الله أكبر. ما اسمه الشرع؟ البنت دياله، دياله فرت مع هؤلاء المجرمين بعد هذه العملية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا البائع، ثم هذا المشتري الذي يشتري، هل يعرف أن هذه خاتمة سيئة؟ خاتمة سيئة أن يموت الإنسان وقد تناول الخمرة، يكون آخر عمله هو الخمرة. من مات سكران دخل القبر سكران، وحشر يوم القيامة سكران، وأدخل النار سكران والعياذ بالله، ويسقى في نار جهنم من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. الله 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 الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، أنت يا من تبيع الخمر الفاسد، أترضى أن تساهم في مشروع تخريب شباب الأمة؟ ألا تجد تجارة يمكن أن تدر عليك بعض الرزق الحلال ولو كان قليلا يبارك الله فيه، خيرا من أن تبيع إليهم هات الخمر الممزوجة بالسموم فتقتل؟ فأنت عند الله تعالى قد أزهقت أرواحا بغير حق عن سبق إصرار وترصد، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. أترضى لنفسك أن تبيع السموم للمسلمين يا مسلما؟ ألا تشعر أنك مسلم؟ ألا تشعر أنك حرام عليك أن تؤذي المسلم؟ ألا تعرف أن النبي يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ ألا تعرف أنه من قتل مسلما فكأنما قتل الناس جميعا؟ ألا تعرف أن النبي يقول لا يزال الرجل في فسحة من دين ما لم يصب دانا حراما؟ ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال السماوات والأرض أهون من قتل امرئ مسلم؟ هكذا أصبحت أرواح المسلمين رخيصة إلى هذا الدرجة؟ يا سكان مدينة وجدة، يا سكان مدينة وجدة، مدينتكم معروفة بالمساجد، مدينتكم معروفة بالمحافظة على الدين، مدينتكم معروفة بالتكافل والتساند، مدينتكم معروفة بالمعقول، فكيف صارت إلى هذه الحال والعياذ بالله؟ فالبائع الذي يرضى لنفسه أن يبيع سما لأخيه فهو كأمن يتآمر على قتله. بل النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن يروع، مجرد ترويع المسلم حرام، فكيف بأن تهيئ له السم ولا تعطيه السم، ولكن تأخذ على السم مالا، يعني تعطيه سم لكي يقضي على نفسه، وتأخذ على قتل النفس بطريقة غير مباشرة مالا؟ فأنت إنما تنفذ والعياذ بالله أجندات أعدائك. أنت تقدم خدمة لا يتصورها إنسان والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ألا تعرفون أن الخمرة والدخان يقتلون أكثر مما قتلت كورونا في العام كلها في العالم؟ هذا البائع. ثم والعياذ بالله السلطات الأمنية يعني في القضية على المسائل القانونية، نعم ستفعل المساطر القانونية، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى ليس هنالك أمور زاجرة. ومع ذلك نقول إن المقاربة الأمنية والقانونية لوحدها لا تكفي، نحن نريد إن شاء الله أن نعرف جذور هذا المشكل فنتعرض لاستئصال جذوره لا أن نعالج آثاره. فإن القانون والحملة الأمنية التي تكون مؤقتة وفي مناسبات هي إن شاء الله تبارك وتعالى حملة استسمحكم إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أقول إن شاء الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينتكم يا إخواني هي مدينة المساجد، وسكانها سكان متآلفون متجانسون متكافلون متساندون. ما الذي حدا بنا؟ ما الذي حدا بهذا البلد الذي حفظه الله تعالى بالإسلام، حفظه الله بالقرآن؟ دور القرآن مغلقة، وهاتي التي تبيع الخمر مفتحة، بل حتى بيوت بعض المسلمين تبيع الخمرة وهي خمرة مسمومة مغشوشة، حتى طلع علينا الإعلام يتحدث عن هذا العجب العجاب، عن ضحايا الخمر المسمومة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الأخير إن شاء الله تعالى، لأن الحديث أخذنا بعيدا، نقول إن شباب المسلمين مستهدف في عقيدته عن طريق الشبهات. فهنا في المغرب وفي العالم الإسلامي دعوة للإلحاد، وتشكيك في ثوابت الدين، واتهام للقرآن بالتحيز والتميز، واتهام للسنة بأنها لم تكتب في وقتها، واتهام للإمام البخاري، وهنالك من يلعن الصحابة عبر قنواتهم من الروافض. فتنة والله فتنة سوداء كالحة تستهدف اقتلاع عقيدة المسلمين من قلوب المسلمين وتشكيكهم في دينهم. وهنالك مشروع آخر يستهدف أخلاق المسلمين عن طريق نشر الشهوات. هنالك من يدعو إلى الزنا، وهنالك من يدعو إلى العلاقات الرضائية، وهنالك من يدعو إلى زواج الشوال، وهنالك من يدعو والعياذ بالله إلى التعاطي للانحراف بكل أشكاله، ويجد هنالك من يدافع عنه ومن يعينه ومن ينشر له. والله تعالى يقول ويريد الذين يتبعون الشوات أن تميلوا ميلا عظيما. هنالك استهداف للأمة في جنسها، فهنالك قتل للمسلمين في كل أراضي المسلمين، فأراضي المسلم هي المشتعلة الوحيدة التي تؤدي فيها الأمة ضريبة عظيمة لابتعادها عن الله، لعل الله تعالى يؤدبها لكي ترجع إلى ربها، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن فهنالك استهداف للعنصر المسلم السني، فتتآمر عليهم قوى صاد ثلاثة: الصفويون، ثم والعياذ بالله الصو ثانية، ثم الصلي الثالثة. إذن أنتم تعرفون ذلك، وإني أتكلم بالرموز لأن هنالك كلاما لا يقبل. إذن فهنالك استهداف للإنسان المسلم، ثم هنالك استهداف لأرضه، ثم هنالك استهداف لعناصر هويته. اللغة، ما معنى فرنسة الإعلام؟ ما معنى فرنسة التعليم؟ ليس هنالك دولة انطلت على حيلة تدريس العلوم بلغة غير لغتها كما قال أحد الباحثين إلا العرب. هذا أمر خطير جدا،
هذا أمر ينبغي أن يتفطن له المسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنالك استهداف للمسلمين أيضا عن طريق والعياذ بالله ما يسمى بترجيل النساء زيد وتأنيث الرجال زيد والدعوة والعياذ بالله تغيير الجنس. هنالك الآن هذا دعوة كبيرة، وهنالك أموال تصرف وعالم ينتفض للدفاع عن حقوق هؤلاء الذين يريدون أن يتحولوا جنسيا. انظر إلى العالم الذي نحن مقبلون عليه. فالمسلمون إذن مستهدفون، وأنتم ترون أن بعض هذه القنوات كلها تدعو إلى ذلك، تدعو إلى ذلك من خلال رسم صورة الرجل وصورة المرأة في صورة واحدة بحيث لا تميز أين الرجل وأين المرأة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هذا ملعون منذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مستهدف في رجولته، والمرأة مستهدفة في أنوثتها، وفي ذلك تخريب للأسرة المسلمة، تخريب والعياذ بالله لمقاصد الدين من الزواج، تخريب والعياذ بالله لإنتاج إنسان ممسوخ، ممسوخ الفطرة، يعمل عمل الشيطان. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الإنسان مستهدف أيضا المسلم باش بالمخدرات والمسكرات والأقراص المهلوسة، يستهدف عقله. المسلمون وشباب مستهدفون من خلال الإعلام، المسلسلات. المسلمون مستهدفون من خلال طفولتهم، الألعاب التي يصممها أعداء هذه الأمة. أنتم تعرفون أن من بعض هذه الألعاب المنتصر يذهب لتهديم الكعبة، جائزته أن يذهب لتهديم الكعبة. هذا لعبة، لعبة عند المسلمين يلعبوها، هذه لعبة. وهنالك لعب كان فيها اللاعب إذا أراد أن يحصل على السلاح عليه أن يسجد لصنم. نعم نعم، يعلمونهم السجود للأصنام، يحفزونهم على هدم الكعبة، يشوهون لهم الإنسان المسلم، يشوهون لهم الفضيلة، يشجعونهم والعياذ بالله على الانحراف، يدعونهم إلى تغيير الجنس. هذا أمر خطير جدا، كله في غفلة من المسلمين، لأن المسلمين تركوا هذه الثغور فارغة، ولا يسمح لهم أبدا أن يتولوا هم من ينتج للأمة الإسلامية ما يشد عضد الأمة، ما يدعو الأمة إلى التمسك بدينها والاعتزاز بإسلامها. وتدخل إن شاء الله هذه القضية نتاع هذه المسألة نتاع السموم والخمور المسمومة وضحايا في هذا الإطار، فهي جزء بسيط، يعني هو هذا الجزء البسيط من الصورة، الظاهر من الصورة. أما الجزء العميق من الصورة هو استهداف الأمة في عقيدتها، في دينها، في ثقافتها، في هويتها، في لغتها، في سيادتها، في حريتها، في كرامتها، في أرضها، في خيراتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضع الحديث مسكا لختام حديث الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. واسمع واسمع يرحمك الله: ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، لم يعودوا يهابونكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. سأقرأ بعض هذه التعليقات إذا كانت تدور في فلك الموضوع. بسم الله.
المعذرة الإخوان، المعذرة المعذرة، الله يرحم كل والدي، راه ما فينا ما يدس الإنسان، راه ما فيه والو. نسأل الله العفو والعافية، ادعوا على الله تعالى، اسمحوا لنا بزاف. معذرة يا إخوان، معذرة، معذرة يا إخوان، معذرة، معذرة يا إخوان، معذرة. الله يجازيكم بخير. سأقرأ إن شاء الله إذا وجدت إن شاء الله بعض هذه التعليقات والتوجيهات. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. بارك الله فيكم، حياكم الله. غير الخمور الفاسدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكون اللي كيدخل هاد الشيء؟ شكون اللي كيدخل هاد الشيء؟ بارك الله فيكم، الحمد لله على نعمة الإسلام. الله حول ولا قوة، سعيد، جزاكم الله خيرا. نعم يحاربون الإسلام. شرب باليمين، نعم أنا كنشرب باليمين، ها اليمين ديالي، شفتوا اليمين؟ هذه كنشرب باليمين، حسابكم هذه اليسار، ها هي اليسار. أنتم راكم قلوب لكم ذاك الشيء. اشرب باليمين، راه خصك تشوف يعني راني را... ها أنت ها اليمين، ها اليمين، بسم الله. أو تظنون هذا اليسار، ها اليمين. لأن راني متوجه هكذا للقبلة. راني مقلوب عندكم. الله يجازيك بخير. جزاكم الله خير، دعوا معنا، أسأل الله يحفظكم ويكرمكم، جزاكم الله خيرا. شرب باليمين يا شيخ، أنا شربت باليمين، الله يهديك يا وليدي. يوسف الخمر أم الخبائث، نعم. تحياتي من طجا، سميرة أم زيد، تحياتي إن شاء الله تبارك وتعالى لسكان مدينة طنجة، وأسأل الله يرحم الزوج إن شاء الله تعالى يسكنه في سعي جناتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاطمة الزهراء، جزاكم الله خير، متى كانت أيام التشريق اللي أنك كنت صايمة قبل عيد الأضحى؟ أو ديال أيام التشريق هي إن شاء الله تبارك وتعالى الخميس والجمعة والسبت بالنسبة للمغرب اللي فايتين. سليمان موني، ما حكم شخص يجلس مع أصدقائه يسكرون؟ لا يجوز للإنسان أن يجلس مع أناس يسكرون وهو لا يسكر، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر. لا تجلس مع الذين يسكرون يا أخي، لا تترك إذا كنت في بيت أن يدخل أحد إليكم الخمر، لا يا أخي، لا، ما هذا الذي تفعلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مونيا مود قال نديروا جيم، جزاكم الله خير، ديروا جيم، حفظكم الله ورفع قدركم، قال لكم حتى يستمر البث إن شاء الله تعالى، وديروا بارطاجي، والله يجازيكم بخير اللي كينتفع الناس. وقال لكم أزيدي اشتركوا في القناة وفي الصفحة، جزاكم الله، فعلوا، فإن اليوتيوب إن شاء الله تبارك وتعالى أخبرني بأن المشتركين في القناة وفي هم أقل الناس فعلا فعلا تفاعلا مع القنوات، في حين أن القنوات الأخرى التي تنشر عياذا بالله ما هو أقل أهمية من الدعوة، فيها الناس يتفاعلون بكثرة، يريدون أن ينشروا الشر، وأهل الخير لا يريدون أن ينشروا الخير ولو بمسألة بسيطة. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لا العجب سيدي، والله لا العجب، نسأل الله العفو والعافية. رضاك ربي، سبحان الله وبحمده. نذير منير، اللهم إنك عفو تعبد العفو عنا، رضاك ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنادي أبو الحسن، اشتقنا والله لفصاحة العلماء، جزاكم الله خيرا. وصفات الطبخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلامك على صواب. حاتم العراقي، علي فاس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علي علي. أمارس العادة السرية عن طريق تخيل المرأة يمكن أن تكون محجبة مسلمة، هل يعتبر ذلك أذية بها؟ شوف يا أخي، الله يجزيك بخير، اتق الله تعالى، اتق الله تبارك وتعالى، وابتعد عن هذا المنكر. حتى هذا السؤال لا يجوز أن تسأله هكذا والناس يسمعون، لأنه من باب ما ينبغي أن يستور المسلم على نفسه. لا تؤذي أحدا بإذن الله. جاك جونيز جونيور، الإنسان كيشرب كيعمل، والناس اللي ماتوا الله يرحمهم وغفر لهم. حميد المصباح، عليكم السلام ورحمة بركاته. أحمد ربيع الأشرف، هذا الشيء ماشي غير في المغرب فقط،
في العالم العربي الإسلامي. جزاك الله خيرا سيدي أحمد ربيع على الشرف، رفع الله قدركم وحفظكم الله، رفع قدركم. نعم أنا أعرف أن الخمرة منتشرة في العالم الإسلامي كله. لطيفة يا رزوق، اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا وحافظ واحفظ المسلمين في كل مكان رب العالمين. قلت لكم ديروا جيم ديروا جيم، جزاكم الله خيرا. أحمد ربيع الشرف إنه منتشر في كل بلاد الدنيا. نعم يمين أسكاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نحبكم إلى أحبكم الله، بارك الله فيكم من الجزائر، نسأل الله العفو والعافية. نعم نسأل الله العفو والعافية لإخواننا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي كل مكان، وصلى الله يرفع البلاء عنا يا رب. أطلس لندن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد الدعوة منك هذا النهار، أسأل الله يحفظكم ويكرمكم ويرفع قدركم يا رب يا رب. العباس إبراهيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتح الحبيبي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رضاك ربي. نحن عندنا في بلادنا، لا أعرف أي بلاد، أغلقوا المساجد بسبب وباء كورونا، لكنهم لم يغلقوا المحلات التي تبيع الخمر. لا حول ولا، هذا الذي كنا نتحدث عنه، يعني أن المساجد يعني تغلق، والمساجد المفتحة يصلي الإنسان صلاة المترين حتى تعود الناس عليها رغم، لكن الأماكن التي تبيع الخمور لا حول ولا قوة إلا بالله، والتي يعب فيها الناس الخمر، فهذا أمر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنيس بارك الله فيكم. محمد دعوا معنا يا شيخ وأعرض عن الجاهلين. أسأل الله، هل أنا متعاطي اسمح لي يوثا؟ إذا كان الإنسان يتعاطى للخمر نعم قد يرى الخبث في أهله ولا 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 يغار، لأن الخمر تعطل العقل. نسأل الله العفو والعافية. الهكتارات كثيرة لزراعة أشجار العنب التي تخصص لإنتاج الخمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاميليا كازا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مليكة فاتح، نحبكم وأحبكم الله. لدي خدام في قهوة في أوروبا وكيسر بهم كل شيء حتى الخمر وحكم الشرع في ذلك. لا يجوز للمسلم أن يوزع الخمر على أحد، فملعون من يفعل ذلك. فابحثوا عن أعمال تبعدكم عن الخمر أيها المسلمون، في الدنيا تمر بسرعة، هذا امتحان لك أيها المسلم. ومن ترك شيئا محرما لله أبدله الله حلالا أطيب وأبرك. الله يجزيكم بخير، الله يرحمكم والدي. إلياسكا، كيف لي أن أتعامل مع أخي الذي هو من دمي الذي يصلني عندما يحتاجني ويقطع عني بعد ذلك؟ والله مرة أقول نفسي أعامله كما يعاملك، ومرة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رغم أنه. لا يا أخي، عامله بما يحب الله، إذا قاطعك فصله. قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله، صل من قطعك. جزاك الله خيرا. جاك جونيز جونيور، الشرب نتاع الخمر حرام لأنه خطير على الصحة، يسبب سرطان الأمعاء، ويتسبب في أمراض الكلى، ويتسبب في تلف الدماغ، ويتسبب في جفاف الجلد وألم الرأس. ثم إنه ليس إخلاقي. نعم نعم نعم، فيه من الموبقات. تقلط ما يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، هذا الله يقول فيه إثم كبير. فمهما تصور الإنسان هذا الإثم لا يمكن أن يحصيه ولا أن يحيط به. أكدي علوش، الله محفظ مشايخنا وعلماءنا. أدعي معي الخوت كاملين، صلى الله يحفظكم ويكرمكم ويرفع قدركم. اللي مات في البحر مهاجر يموت شهيد ولا منتحر. شوف إن شاء الله تبارك وتعالى، أنا دائما أوصي إخواني أن لا يغامروا بالهجرة في قوارب الموت. إذا أرادوا أن يهاجروا فليختاروا الطريقة القانونية إن شاء الله تبارك وتعالى. هنادي أبو الحسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنور عقولنا وتبهج صدورنا ويؤكد لا ملجأ لنا من الله إلا الله. سبحان الله سبحان الله.
سعيد السباعي، ديروا لايك ديروا لايك، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ورفع قدركم. الإمبراطورية الماسونية، نرجو من المغاربة اسمها هادشي هذا، لا حول عندنا حتى الماسونية كدير الدعوة تاعها هنايا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكرم، بارك الله فيكم وفيكم بارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتح يا شيخ، واش حلال الا خديت الفلوس من ولدي اللي كيخدم في القهوه وكيسر بيه الخمر؟ والله يا بنتي انا انصح هذا الابن ونصحيه بانه يبتعد عن هذا العمل، فان هذا العمل مصدر ماله حرام، لان كيسر بيه الخمر حرام، العمل ملعون هذا. بدر ناو حي القادي ومير علي أسوأ، يعني قال لك يا سيدي فيها السب والقذف والخمر وهربت انا منه. هذا واحد الساكن كان ساكن ان شاء الله في هذه الاحياء، كيقول لك هذه الاحياء تكثر فيها الخمر ولذلك هرب منها. يا ودي راه الخمر في كل شيء، غير الله يستر وصافي. لقد عم وطم، لا حول ولا قوة الا بالله. محمد بوجيلة، حتى يوقع الفاس في الراس يخرج بعض العلماء كرم الله وجههم مثلك، واصل في دعوتك حتى والكري، ادعو بالتوبة النصوح الصادقة. والله واش غادي نقول لك اخويا، والله اخويا انا قبل ما يوقع هذا الشيء كنت اخطب في مسألة الخمر والانحرافات الاخلاقية والسلوكية والعقدية، ولكن لا اله الا الله، لا اله الا الله، انت تقوم بما اوجب الله عليك من البلاغ والبيان، والله تعالى هو الذي يهدي. نحن انما نتحدث في مثل هذه المناسبات لان بعض الاخوان قالوا لماذا تجاهلت هذه القضية. اشوف اخويا، القضايا في كل يوم مستجدات كثيرة لا يمكن الإحاطة بها. شوف أخويا، الوقت ضيق والمشاكل والنوازل كثيرة، ولا يمكن الإنسان أن يلم بكل شيء ويتحدث عن كل شيء، لكن مناسب لنتحدث عن خطورة الخمرة ومشروع في إفساد شبابنا وعقولهم. وعليكم السلام، أريد أن أعرف مشيت للمسجد ما توضيتش وتيممت، معليش الا ما كانش كل شيء مبلع عليه، حد الان مازال مبلعين المراحيض فيه المساجد، عامين عامين والمراحيض مبلعين، وعامين لحد راه حنا داخلين والمصاحف ما يعني مسجونه. يا ودي يا سيدي، ما واش غادي نقول لكم. سيلفرستر، نعم لعل الله سبحانه وتعالى اراد ذلك، لعلهم يتعظون، فان لم يخافوا الله خافوا على أعمارهم. نعم جزاك الله خير. المهدي، دعيوا معايا. لا إله إلا الله. فريد بركاني، السلام عليكم، أرجو الدعاء لابن ياسر بالرحمة، أسأل الله يرحم ابنك ياسر، يجعل قبره روضة من الجنة ويحشرون فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجغوبي، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الفادي عمر، نحبك من فلسطين، احبكم الله وحشرنا جميعا في ظل عرشهم الا ظل الله، وتحياتي لفلسطين ولاهلها الطيبين المباركين. فؤاد، اضحك الله سنكم، جزاكم الله خيرا. الاسلام الصحيح، تكلم عن الشرك فهو اعظم من الخمر. نعم نتكلم في كل مره عن موضوع، ونحن لسنا هنا في ما يطلبه المستمعون. محمد بارك الله فيكم، محمد قال لك ديروا جيم ديروا جيم، جزاكم الله خيرا، ديروا جيم جزاكم الله خيرا. احمد ربيع الاشرف، انت رجل من زمن، لا حول ولا قوه، انا يا انسان ضعيف مذنب، بارك الله فيك لحسن ظنك السي احمد ربيع الاشرف، رفع الله قدرك، واسال الله تعالى يجعلنا خير مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون، وان لا يؤاخذنا بما يقولون، لا حول ولا قوه. نسمه امل، اللهم ارزق شبابنا وشباب المسلمين حتى الاناث منهم البصيره وثبتهم على طاعه الله ورسوله، وشكرا لكم على هذا الموضوع القيم. الياس كا، كيف لي انا اتعامل مع اخي؟ نعم لقد اجبتك ان شاء الله تبارك وتعالى. هيام، هياميتا، اللهم اننا ندعوك دعوة لا ترد باذن الله ان تمزق اجساد المجاهرين بالظلم والذل والهوان ومن يعثو في الارض فسادا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اخ لفوظ لحسن، اللهم بارك،
فيك يا أخي على التنبيه، جزاكم الله خيرا. محمد الهبري بارك الله فيكم. ليل وعليكم السلام، تحية وجدية من فرنسا، نحبك في الله، أحبكم الله وأرفع قدرك وحشرانك في ظل عشية من هذه الله إلا ظلام. محمد الجبوري جمعة مباركة. ملكة ذاتي، أنا أرملة وأخو زوجي يشرب الخمر وسرق أموال أولادي الأيتام ويحلف بك، أعوذ بالله. انظروا إلى الخمر ماذا تفعل، هذا أخو زوجها، ما الذي فعل؟ يشرب الخمر ويسرق أموال الأولاد الأيتام، الله أكبر. شرب الخمر فأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. هل من يشرب الخمر لا يجب أن يصلي؟ لا، عليه أن يصلي، لأن الصلاة هي التي إن شاء الله سيستعملها بإذن الله إذا استعمل استعمالا صحيحا لكي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أكبر المنكرات وأصل المنكرات هو الخمر. تحياتي من قلعة الصراغلة، تحياتي لكل أبنائي في قلعة الصراغلة. الخمر والحشيش يجب محاربتها، لا إله إلا الله. ما رأيك في الجار التي تكثر من البخور كل يوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيمان والسلوت والسلوت، قال لكم ديروا جام ديروا جام، جزاكم الله خير. لؤي، ماذا تقول في العري في الشواطئ؟ هذا حرام حرام، وقد تحدثت عنه مرارا وتكرارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتي أعمالكم في هذه الجمعة، ارفعوا أيديكم ندعو الله تعالى. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم أموات المسلمين واشف مرضى المسلمين وفرج كرب المكروبين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب من قول وعمل. نسألك الخير كل ما علمنا منه ومن علم، ونعوذ بك من الشر كل ما علمنا منه ومن لم نعلم. نسألك من خير ما سألك من حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، ونستعيذك مما استعاذك من حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسألك ما قضيت لم يقضى إلا جعلته إن شاء الله تبارك وتعالى، جعلت خاتمته رشدا يا رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية يا رب، نسأل الله العفو. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وبلغ نبينا من الشاهدين، صلى الله وسلم على حبيبنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.